السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. وبهذا اليوم راح أشرح لكم عن ميثود الفورورد مسج، يعني إذا أحد دز للبوت رسالة، البوت راح يجيبها إليك بالتوجيه، أوكي؟ نجي للاستضافة مالتنا. طبعاً وأنا راح أشرح لكم بدرس لاحق إن شاء الله شلون تترد على هاي الرسالة اللي تيجيك والبوت يدزها صاحب الرسالة. نجي للاستضافة مالتنا، مثل ما تشوفون هاي الاستضافة. طبعا شباب اكو سؤالون على هذا التحذير، هذا التحذير شغلته كلش بسيطة وما يأثر على الملف. مجرد ما نجي هنا نكتب import you are web free، نستدع هاي المكتبة وجواها نكتب you are web free dot disable underscore warning، اوكي، ونفتح قوس. مثل ما تشوفون كتبنا هاي، نسوي له ران، راح التحذير من التيرمينال ونجي ندز البوت. مثلا ستارت، البوت جواب. هسه نجي نطبق الكود مالتنا وشون نخلي البوت يجيب لنا الرسائل من الاعضاء اللي راسلوه بالتوجيه. نكتب at boot dot message handler، اوكي، ونفتح قوس. بالدروس السابقه كتبنا كوماند، كتبنا ريج اي اكس بي، وهذا الدرس راح نكتب فانك يساوي لامبدا. لامبدا هي داله من دوال البايثون، تقدر تبحث عنها وتشوف شنو شغلها. بعد ما كتبنا لامبدا نجي نسوي مسافه ونكتب مسج ونخلي كوما. هسه احنا نيجي نحدد نخلي بس اللي راسل البوت بالخاص يجيب لنا التوجيه، خما حتى من المجموعات يجيب لنا البوت التوجيه. نيجي نكتب message.chat.type، اوكي، يساوي private، اوكي، ونقفلها بالكوما. بعد ما حددنا هاي الرسائل اللي تيجي للبوت بس بالخاص، نخلي الرسائل المتغير مالتها اللي هو التكست، يعني نحدد اي رساله تيجي للبوت بالخاص، اوكي، نكتب content، اوكي، types يساوي، ونفتح قوس ونكتب text. هسه احنا حددنا اذا كانت text بالخاص اي text البوت راح يحولها بالتوجيه. هسه نجي نكتب def forward، اوكي، ونفتح قوس ونكتب message ونقفله بالكولا. هسه نكتب بوت دوت مسج فورورد، لا عفوا، فورورد مسج، فورورد مسج، ونفتح قوس. طبعا شباب هسه احنا لما نريد نسوي توجيه اكيد يعني هو للمطور، نجي نجيب الاي دي، لا عفوا، اي دي، نجيب هذا الاي دي ننسخه نحطه هنا ونقفله بالكوما ونكتب message.chat.id. من الشات اي دي ناخذ المسج اي دي، مسج دوت، العفو، مسج دوت مسج اي دي. هسه نجي بمجرد ما نسوي ران للبوت نجي ندز له رساله للبوت، مثلا هيلو. نجي البوت مالتنا هنا مثل ما تشوفون جاب لي الرسالة بالتوجيه، اوكي، اجدز له مرة ثانية مثلا هاي، مثل ما تشوفون جاب لي اياها بالتوجيه. بس اكو شغلة هسه، يعني اذا اجي انا راسل البوت هاي حتى رسالتي راح يجيبها بالتوجيه، شلون نخلي هاي الرسائل بس للاعضاء؟ نجي نكتب اف، اوكي، مسج دوت فروم user.id not تساوي الاي دي هذا، اوكي، ونخليه هنا ونقفلها بالكولا. هسه راح يقول لك خطا، ليش؟ لان انا قلت لكم سابقا المسافات بالبايثون او والاسطر، يعني لغه البايثون حساسه من ناحيه. نجي نقدم البوت شويه، مثل ما تشوفون الخطا راح. نجي نطيران، اذا اجي ادز البوت انا هسه، انا اي شيء ادز له، مثل ما تشوفون ما ادز،
أجل هذا الحساب الثاني راح أكتب هاي مثل ما تشوفون جاهد التوجيه. أوكي مثلا فرعون أو سحقي تاني مو مشكلة مثل ما تجيبون شنو مثل ما تشوفون هم جابها أنا. طبعا شباب لهنا انتهى الدرس مالتنا وأشكركم على المتابعة ومع السلامة.